يا الله، يقول لك أهل الكرم معروفين بطيبتهم ووفائهم بعهودهم وكل شيء. يعني يا جماعة الخير الكرم، خلنا نقول زي كريم. وصل عمر، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. سلام. أنا منصدم يعني. سلام. منصدم. شوفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا؟ تعرف شو هذا؟ شو ها؟ تعرف شو هذا؟ شو ها؟ بس قدام المشاهدين يعني. تعرف شو هذا ولا ما تعرف؟ أظن مكتوب عليه. أظن يعني أتوقع أنك وفيت بوعدك. آه. شو مكتوب هني؟ ملاحظات تهمك. فعلا تهمني. هذا يا طويل العمر بيب مالح. زين اوكي. بيب مالح. بيب مالح. لحظة. ما عليه. آه. اصبر اصبر اصبر. قول. عطني اثباتك. اثباتي؟ وين هويتي يا جماعه؟ يمكن يكون فاضي. اعطوني هويتي. وين تبي اثباتي؟ اثباتي انا ولا اثبات المالح؟ افتح خلينا نشوف. المالح؟ ليش افتح؟ مجهز لك انا كل شيء. اليوم انا مسلم عمري لك انا. عطنا. عطني يعني. انت بس باقي يعني اني انا جاهز اليوم؟ بس الباقي اني انا ما طبخته. يعني جاهز اليوم عمر؟ صراحة؟ شوف. تفضل. تفضل. صراحة؟ تفضل. هذا مالح ترى اصلي. هذا شكله شغل بيت عمر. لا حلاش المالح شغل انت بيت. انت مالحنا في البيت. هذا شغل مهرجان حبيبي. انت مالحنا في البيت وتقول لي ما اعرف املح، انا اعرف ادق سحناه. عمر الصراحة يعني صدمتني. أنا وفيت بعهدي. وفيت بس نعط إنك يا لا يكون شو اسمه. شوف. يعني. مالك شغل محمد، مالك شغل. المهم يعني وفيت بعهدي وجبت لك بيب المالح، صح ولا لا؟ صح. شو باجي يا جماعة الخير؟ اللي باجي. غرفة العصير اللي كنت وعدنا فيها. لا لا ما غرفة العصير. لحظة لحظة. بتوصل بتوصل. نحن في حلقة يوم الثلاث الأسبوع الماضي يا جماعة الخير قلنا واتفقنا أنا ومحمد وكان على الهواء مباشرة. بأن أنا أجيب لك بيب المالح. وانت تعزمنا على ذبيحه. صار هالكلام ولا ما صار؟ اسامه اتفقنا على ذبيحه ولا اتفقنا عزيمه؟ عزيمه. زي شو العزيمه اللي بتعزمها؟ انا اللي احدد. يمكن على كيك، يمكن على سويت، يمكن الحين يطلع الدكتور. ما حيد العرب والسنع يعزمون على العرب الثانيه على كيك. ما يخصك هالعزيمه، انا احددها. لازم تثبت لنا كرمك. بفلوس غاليه برد يعني دبل على الاقل، العزيمه تكون دبل البيب. حاضرين، بتيك عزيمه. وعد؟ بتيك عزيمه. لا عزيمه سنع تكون. تعال بعد حدد العزيمه، انا احدد العزيمه. والله بنوثق على فكره، بصور في سناب وبنعرضه في الاعجاب. بنوثق الغرار. بنوثق العزيمه بعد. زين جزاك الله خير. بس الصراحه ارد يعني المالح صدمتني. ها. صراحه يعني شفت كيف كريم؟ انا كنت اقول لك اني انا كريم بس انت ما كنت تصدقني. زين متى بتطبخ لنا عمر منه؟ انا اللي اطبخ. كمل جميلك يعني. لا حبيبي شل البيت واطبخ انت على راحتك. كمل جميلك. ما اكمل بس الجميل هني والحمد لله عليه. يعطيك العافية الصراحة. الله يعافيك ومساك الله بالخير يا محمد. مساك الله بالنور عمر. يعني خليتك يومين بروحك. شو صح. سويت فيني؟ يومين صراحة كنت انت صراحة ما قصرت، كنت مراسل من مهرجان. هي مراسل. فيعطيك العافية بيضت الوجه. انا وين كنت؟ ومراسل في مهرجان دبل حصن. مراسل ها؟ فيعطيك العافية الصراحة. كنت مراسل ناجح اهنيك. على فكرة بعد فترة بسيطة ان شاء الله، وهذا يعني اقول لكم اياه ان شاء الله، بان راح يكون في مهرجان قريب في المنطقه الشرقيه. ما راح احدد المنطقه ولكن في مهرجان قريب في المنطقه الشرقيه، واللي راح يكون مراسل في المهرجان اخونا محمد يعطيه العافيه. الجماعه حد حط عمر مدير برامج ولا لا؟ هذا على فكره هذا الكلام ولا معد البرامج ولا شو سالفه؟ هذا الكلام من الاستاذ محمد شلبي مدير اداره برامج في قناه الشرقيه، قال بان ان شاء الله المهرجان الجاي انت مراسل. تقدر تقول غير الكلام؟ حاضر. تم انا مراسل. انا حاضر مراسل. امسيك بالخير محمد، واكيد نمسي على كل جمهورنا وايضا متابعينا عبر شاشه الجميع الشرقيه من كلباء في هذا المساء الذي يستفتح به المساء الحقيقي بعتمة الليل ونور القمر الساطع. مساء فيه تتشكل بمحيطها أصوات الكائنات من حولنا وتعطي صورة من الدفء والاجتماع بين الأرواح جميعها. مساء في حديث المساء يبدأ معكم بكل تؤلق مشاهدينا الكرام في حديث المساء. أكيد عمر أمسي عليك بالخير، وأيضا ما ننسى أن نمسي على المشاهدين. مشاهدينا طبعا حديث الشجون عن مجتمع يحيط به الحراك المتعدد وربما شيء من السكون. اليوم في ليلة فقراتها مشوقة تبدد كل ظلمة وكل عتمة، فبضوء القمر الساكن تتشكل لغة ذات حروف متشابكة. مشاهدينا الكرام حياكم الله ويانا في هذه الليلة، واليوم نسميها حلقة المالح. حلقة المالح لازم والله. بس حلقة صراحة الوفاء بالوعد. صراحة محمد والله فاتك المهرجان.
مهرجان والله العظيم كان بتنظيم اكثر من رائع. دار الثقافه في دبي الحصين، البلديه، كل الجهات اللي شاركت في هذا المهرجان كان تنظيمهم صراحه مميز واكثر من مميز. الصراحه عمر انا شفت مواقع التواصل الاجتماعي، شفت اهالي مدينه دبي الحصن، وشفت ايضا المواقع الاخباريه في المدينه، يعني ما شاء الله كان فعلا تنظيم مميز وكان لله. حضور جميل يعني يمكن حتى اكثر عن السنوات الماضيه. صحيح، وكان يعني نجاح، ومبارك لهم اكيد على هذا النجاح وانهم كملوا نجاحهم بوجودي بينهم. يعني هذا كل اللي كان يبي يوصل له عمر من بدايه الموضوع، ان النجاح استوى بعد ما ريتك تشكرني ما شكرني من الصبح اقول لك يعطيك العافيه يعطيك العافيه. لا مشكور، قول كان دورك مميز، انت يا مزاخل لي مراسل ومراسل. مشكور، كان دورك مميز، اديت كاداء مراسل يعني من هذا المهرجان، وشفنا لك بعض الصور. بس على فكره صح، وصلني فيديو لما تتكلم عن الكرم. لما تتكلم عن الكرم وتتكلم عن هذه الامور، وصلني فيديو من المهرجان انك يعني بعد ما خلصت يعني وظيفتك كمراسل انتقل العناوين يا جماعه، رحت اخذت لك اكل والجماعه واقفين تريون مصورين. لا 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 لا، على فكره هذا تزوير للحقيقه. تزوير، انا شفت الفيديو تقول تزوير. تزوير للحقيقه. زميلنا محمد صالح يعطيك العافيه، الصح اللي روحت فيه واخذت سيارتك كان من عندي، فجزاك الله خير على تغيير الحقائق هذه. فالواحد يسوي خير ويعقه بحر ترى. مش من خاطره يعني، بدا يعني يعاير بالموضوع، بس يلا الله كريم. الحمد لله عليك. طيب نبدا مع المشاهدين في عناوين هذه الحلقه، وعنوان الاول خصام الازواج وكيفيه انهائه. اكيد طبعا اليوم موضوعنا راح يكون عن الخصام او الزعل او عن هذه الامور بين الازواج عمر. صحيح. فاكيد انت ما راح نستغنى ايضا من مداخلاتك على هذا الموضوع. شوف على فكره محمد، والله بكل امانه يعني بالذات في مساله مخاصمه الازواج في بعضهم البعض. يعني هذه بنسبه امانه انا اقدر اقول بانها نوعا ما تشكل حقيقه الواقع اللي نحن موجودين عليه. صحيح. اكثر خلافات الازواج محمد هي تكون على اسباب ما بقول تافهه، ولكن اسباب بسيطه يعني ما بالمفروض بان نحن نكبر هذه المشاكل وتوصل الى الانفصال بسبب. صحيح. هذه الاشياء البسيطه. اكيد طبعا. وراح تعرف اكثر عن هذا الموضوع بعد طبعا. وايضا مشاهدينا عنواننا الثاني انطلاق مؤتمر خورفكان العلمي السادس. مؤتمر خورفكان، خورفكان دائما ما طبعا تنطلق في برامج ومهرجانات وفعاليات امانه فيها كل شيء خير لكل من يريد ان ينتسب لهذه الفعاليات وهذه المهرجانات وياخذ منها الفائده، ويكون ايضا طموح بانه يشكل شيء من نفسه من شخصيته وياخذ هذا الصيت لبصمة يريد أن يضعها في هذه الساحة. أكيد طبعاً عمر، يعني ما شاء الله إحنا اليوم نتكلم عن هذه المؤتمرات، نتكلم عن هذه الندوات، فإحنا نتكلم عن وجود تثقيف عالي حول هذه المواضيع. صحيح. منو كان يأشر لك محمد؟ وين؟ حد كان يأشر لك من ال؟ لا والله. ما حد؟ لا والله. زين. ليش؟ طيب. لا يعني قلت أتساءل يعني. دائماً. يمكن دائماً في شيء. دائماً 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 يشك يعني ما أعرف الموضوع أهل الإنسان. طيب. نروح لعنواننا التالي، مركز كلباء للطيور الجارحة، رحلة نحو الاكتشاف. الله، مركز كلباء للطيور الجارحة يعني رحت محمد؟ زرت للأمانة، زرت كذا مرة يعني مركز كلباء للطيور الجارحة. الجميل عمر في هذا المركز غير انهم يعني غير انك تتعرف على الطيور من اشكال او انواع جديده او شبه مهدده بالانقراض، انت بعد تتعرف على بعض الامور اللي تخص هذه الطيور، طريقه الاكل، طريقه يعني تكاثر هذه الطيور، يعني وايد وايد اشياء تخص هذه الطيور تتعرف عليها، فجميله زياره مثل هذه الاماكن. طبعا انت زرت محمد للعمل ولا للنزهه؟ يعني في فرق ترى. مره للعمل بس، المرات يعني تقريبا زرتها 3 مرات للنزهه. ايه مرتين للنزهه. اكيد ما كنت تصور تقرير ولا اي شيء. لا اول مره زرت تقرير. وعقب هالمرات اللي عقبها؟ لا لا، كنت صراحه ماخذ طلاليه مودلهم هناك. والله زين، جزاك الله خير محمد صراحه. احس انه لاول مره احس انك كنت قاعد تسوي شيء مفيد. استغفر الله. هذا راح مهرجان مالح قام تكبر علينا. زين. طبعا محمد، من بعد العناوين وبعد ما تعرفنا على طبعا مضمون حلقتنا لهذا المساء، ننتقل الى موضوع النقاش وموضوع الحلقه. طبعا موضوع الحلقه على ما اعتقد لازم الكل يكون عنده وعي وادراك كبير جدا في ان نحن اليوم لنا رقم اجتماعي. الرقم الاجتماعي هو ما بين قوسين هو موضوع الحلقه. كل انسان منا عنده رقم اجتماعي. شو الرقم الاجتماعي؟ يمكن ما سمعنا في هذا الموضوع من 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 الفتره السابقه، ولكن اليوم على كل انسان يعرف ويدرك بأن له رقم اجتماعي متغير ليس ثابت. اليوم يمكن أنا أشكل في عملي محمد مثلا
على سبيل المثال أنا رقمي الاجتماعي في العمل رقم 4 أو 5، وهذه اللي تعطي أهميتك أنت في المكان بالفعل. ولكن في بيتي بوجود أمي وإخواني اللي أكبر مني، يمكن أنا أشكل رقمي الاجتماعي وأهميتي في البيت رقم خلنا نقول 10. صح. في حياتي الاجتماعية في الشارع يمكن أنا أشكل عند الكثير من الناس رقم 1. صح. وإذا كنت عند أبنائك وزوجتك أنت تشكل أيضا رقم 1، فكل واحد منا عنده رقم اجتماعي. البعض لا يقبل بأن رقمه الاجتماعي يتغير، يعني تخيل محمد أنت، يعني أنت تبغي رقم، يعني مثل ما تقولنا الرقم يكون ثابت سواء في البيت أو العمل أو غيره. طبعا في البعض يبغى يكون ثابت، ولكن هذه حقيقة يعني خاطئة وراح تأخذنا في مناحي نحن ندمر فيها كل شيء بنيناه. صح. اليوم لازم ندرك بأن نحن نتغير مع تغير المكان. إذا كنت تبغي تكون في حياتك الاجتماعية قادر على تفرقة كل مكانة في شخصيتك وفي مكانتك وفي تأثيرك، فلازم يكون لك إدراك في رقمك الاجتماعي. بس عمر أنا بوجهة نظري بعد فعلا مثل ما قلت إنه إذا ما كنت يعني صاحب رقم متغير يمكن ما راح توصل لرقم 1 أصلا. طبعا. يعني التدرج في الأرقام، التدرج في الدرجات اللي أنت توصلها. اليوم حتى على سبيل الوظيفة، يعني لو تكلمنا عن الوظيفة، أنت عندك درجات وظيفية. صحيح. فأنت تتدرج من هذه الوظيفة من يعني درجة معينة لغاية ما توصل للدرجة الأولى. طبعا. فدائما التدرج وهذه الأمور تكون على حسب خبرتك أنت في الحياة. طبعا. على حسب تعاملك أنت مع الحياة. يعني تخيل محمد، تخيل محمد أنت في وجودك مثلا في العمل بوجود المدير العام لهذا المكان، أنت تقول والله أنا الرقم 1. تخيل بهذا الأمر، شوف المكان الاجتماعي، يعني تقول بأن الكل لازم يعيروني انتباههم، أنا الوحيد اللي راح أتكلم، أنا الوحيد اللي راح أفرض رأيي، أنا الوحيد اللي راح أقول بأن هذا غلط وهذا صح، ومسؤولينك اللي أكبر عنك موجودين. تخيل بأنك أنت تبي تحط نفسك في هذه المكانة الاجتماعية وهي أصلاً حقيقة مش لك، يعني أنت راح توصلها يمكن. صحيح. راح توصلها في وقت من الأوقات، ولكن يعني هذا الموضوع اللي صار يوم الخميس راح توصلها في وقت من الأوقات، ولكن إن ما تستعجل عليها. صحيح. احنا ما نقول إن ما تشارك مديرك، ما تشارك اللي هم يعني يمكن أعلى منك في الدرجات، ما تشارك مقترحاتك ولا آرائك، ولكن لا تعيش دور إن أنت صاحب هالمكان. طبعا. وحتى ما من حق أي إنسان يا جماعة الخير بأن يعطي رقم اجتماعي لأي شخص أقل منه. يعني اليوم خلنا نتكلم مثلا عن عامل النظافة. بالنسبة لك محمد بوجهة نظرك الشخصية، مع وجود مديرك في عملك، أبوك في البيت الله يحفظه، أمك، أسرتك، عامل النظافة كم ترتيبه في 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 حياتك الاجتماعية؟ أي رقم تعطي؟ والله سؤال صعب عمر الصراحة. خلنا نقول 10. نقول 10. يعني نقول 10. طيب. اللي ما نعرفه نحن بأن هذا العامل اللي هو في حياتنا نحن هو رقم 10 في رقم الاجتماعي أو في أهميته الاجتماعية، هو ترى عنده أسرته رقم 1. طبعا. فما لي أي أحقية بأني أنا أقلل من قيمته عند أسرته إذا كانوا أبناء موجودين أو كانت أحد أقاربه موجودين في هذا المكان. فنحاول بأن نحن ما نأخذ هذه الأحقية بتقدير رقم كل واحد في أهميته الاجتماعية، ولكن على الإنسان بأن يقدر نفسه ويشوف هو في أي رقم في أي محيط ينوجد فيه. كتقدير أن عمر، يعني كتقدير أنك أنت إذا قدرت نفسك إلى رقم معين يعني خذ هذا الرقم على أنك تطور منه، مش أن تثبت على هذا الرقم، ولا أنك تعيش دور رقم أعلى منك على أساس يعني ما تكون يعني يمكن في يوم من الأيام تنصدم أن أنت في هالمرحلة. صحيح. أنت في البيت رقم كم محمد؟ رقم رقم 1 طبعًا. رقم 1. رقم 1 متأكد من هالكلام؟ لا مش رقم 1 يعني. أيوة على طول. على حسب كل واحد يعني شوف. أنت تحس من أهميتك في البيت، يعني لما يسمعون نصيحتك او يشاورونك في شيء انت تحس رقمك كم؟ عمر انتقل للاخبار، شو رايك؟ شكله رقمك مو موجود اصلا. اظن مش موجود، ما عندي رقم. ممتاز. طيب ننتقل للاخبار محمد. ننتقل للاخبار مشاهدينا، وطبعا نبدا معاكم اولى هذه الاخبار من ايضا اماره الشارقه. خبرنا الاول مشاهدينا يقول اجتماعيه الشارقه تنظم ورشه تدريبيه بعنوان كفى عنفا. أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن تنظيمها ورشة تدريبية بعنوان كفى عنفا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الأربعاء 3 يوليو من العام الجاري بقاعة الحصن الواقعة في فندق شيراتون الشارقة، حيث يقدمها عصام علي أخصائي سياسات اجتماعية بالمنظمة. وتتضمن الورشة 4 محاور رئيسية تتمثل في مفاهيم العنف ضد الأطفال وأنواعه وأثره على مستقبل الأطفال، إلى جانب استراتيجيات الحد من العنف ضد الأطفال مجتمعياً.
وكذلك ممارسات التعامل مع سلوكيات الأطفال بالأساليب الحديثة. يعني طبعاً لما نشوف محمد إمارة السارقة وبكل جدية تتعامل مع اليونيسف بهذا الأمر بأن اليوم يحدون العنف ضد الأطفال، هذا على فكرة أمر جداً مهم، ولازم يكون عندنا أيضاً المساحة الكافية بأن احنا نستقبل في مثل هذه المسؤولية. صحيح. الأطفال على فكرة هم مسؤولية الجميع من الكبار، الجميع، إذا كنت أب أو أم أو أخت أو عم أو خال أو حتى أو إذا ما جار أو معلم فعلاً أو صحيح فعلاً. كل الفئات بكل مسمياتهم إن كانوا كبار هم مسؤولين عن الأطفال. يعني لا تعتقد بأنك أنت لما تشوف طفل غريب عليك في الشارع فإنه مش من مسؤوليتك أنك تحميه أو توجهه بالشيء الصح إذا كان يعمل شيء غلط. هذا الأمر يقع على عاتق كل كبير عاقل واعي يريد أن يصلح في مجتمعه، يريد أن يحمي هذه الفئة من الأطفال. يعني عمر، أنا بوجهة نظر أن أنت تحط نفسك مكان هذا الطفل، لأنك أنت في يوم من الأيام كنت طفل، فأنت تحتاج أن في شخص في المستقبل ينقل عاداتك وتقاليدك، خاصة أن احنا في دولة يسودها التسامح يسودها المحبة ويعني هذه الأمور كلها، فأنت تحتاج أن هذا الطفل لما يكبر هو ينقل هذه العادات. ففعلا مثل ما ذكرت أن هي مسؤولية الجميع بالاستثناء. حتى على ما أعتقد محمد، يعني أوجه لك هذا السؤال قبل أن ننتقل للخبر التالي لو تسمحوا لنا بدقيقتين. في أحد المواقف اللي أنا شفتها أمامي شخصيا في أحد الأسواق، كانت في إحدى الأمهات تعنف طفلها بشكل مبالغ فيه، يعني يمكن كان معاند الطفل شوي ولكن كان في تعنيف وضرب بشكل مبالغ فيه. انا بسال قبل لا اجاوب شو سويت او شو تصرفت. انت لو شفت هذا المنظر امامك راح تقول نفس ما قالوا 80% من الناس ان نحن مالنا شغل وهذا ولدها ويحره، او راح تتدخل وتقول لا يا بنت الناس ما ينفع، هذا طفل، هذا مهما كان يبغى يتعلم بالطريقه الصح، راح تاخذ اي تصرف بكل امانه؟ الصراحه يعني راح اخذ تصرف ان 80%. 80% ولكن في نقطه مهمه، يمكن اليوم في ارقام موجوده جدا اللي هي حمايه حقوق الطفل وارقام اللي هي تكافح هذه الامور العنف للاطفال وغيره، يمكن اتواصل معاهم مع هالجهات المختصه اخبرهم عن الحاله اللي شفتها. صحيح. فهم من جانبهم راح يتابعون هذه الحاله، ولكن أكيد. يمكن يكون حل ابسط محمد، يعني اليوم نحن لما نوجه هالناس بكلمه يمكن هي تحرج بأن لا والله الناس انتبهوا بأني أنا فعلا عنفت ولدي بطريقة صعبة، فأرجع وأحاسب نفسي، يمكن يكون في عندها تصحيح. ويمكن تحرجك أنت بإجابتها، والله المهم أني سويت اللي علي، أني المهم أنا ما تقدمت لها بالكلام بشيء خاطئ وإنما بنصيحة وبشيء مفيد. يمكن صحيح فعلا، فبالنهاية سوي اللي عليك. طبعا سوي خير وقطة بحر يا طبعا طبعا نفس طيب. المالح اللي صح المالح سوي خير. بتعقى بحر ولا بتاكله؟ لا انت عقى بحر. ما تحتاج عزيمة اكيد. طيب انتقالا ايضا مشاهدينا الكرام الى عنواننا التالي، افتتاح مؤتمر خورفكان العلمي لذوي الاعاقة. في تفاصيل هذا العنوان تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب السمو حاكم صباح اليوم السبت انطلاق اعمال مؤتمر خورفكان العلمي الدولي السادس، وكان ذلك لذوي الاعاقة والتربية البدنية المعدلة، والذي ينظمه نادي خورفكان للمعاقين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل، وأيضا كان ذلك بمجلس الشارقة الرياضي وأكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة ودراسات مختلفة تحت شعار الرياضة لذوي الإعاقة من احتواء التنظيم وللأداء الأمثل. طبعا يعتبر المؤتمر حدثا دوليا مهما في مجالات مناقشة ما يخص رياضة ذوي الإعاقة، وبمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين، ويتطلع أيضا لحضورة الاستفادة من جلساته الكثير من العاملين في هذا القطاع. طبعا عمر، يعني احنا اليوم لما شفنا ردود افعال هذا المؤتمر وهذا الانطلاقه، شفنا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات اللي انتشرت حول هذا الموضوع، ولكن احنا بعد اليوم راح نتكلم عنه بشكل مفصل في برنامج حديث المساء. طبعا هو انطلق في على مدى يومين، فان شاء الله راح نخصص له ايضا جانب طبعًا في البرنامج طبعا. وايضا مشاهدينا، انتقالا الى خبرنا الاخير، مخيم القصباء الصيفي للأطفال برنامج ترفيهي وتعليمي حافل بالمتعة.
في إطار تشجيع الأطفال واليافعين على استثمار أوقات فراغهم، تنظم القصباء في إمارة الشارقة بالتعاون مع مركز ستيما الدولي المتخصص في تنظيم التعليم الحر ستيم مخيماً صيفياً للأطفال بين 5 و17 عاماً، ويقام المخيم خلال الفترة من 7 يوليو إلى 29 أغسطس المقبلين باستثناء عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الأضحى المبارك من 11 إلى 15 أغسطس. ويتضمن المخيم تمارين رياضية صباحية ودورات تدريبية في مجالات التكنولوجيا والعلوم، إلى جانب سلسلة من الأنشطة التفاعلية الهادفة إلى استكشاف مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم الذهنية مثل التجارب العلمية. طبعاً أعتقد هذه المخيمات هي تأتي بالدرجة الأولى لاهتمامهم بفئة الأطفال، وأعتقد بأن برنامج ترفيهي تعليمي حافل بأشياء لربما يحتاجها الطفل في الفترة الصيفية، فلذلك مخيم القصباء أكيد يوفر هذه المساحة وهذا المناخ لخلق هذه الأجواء لمخيم يستفيد من الأطفال، وهذا بالتالي يأتي بدور أولياء الأمور بأنهم يوجهون أبنائهم لانتسابهم لمثل هذه المخيمات، ونتمنى بأن تكون إجازة سعيدة لجميع أطفالنا وأولياء أمورهم. أكيد طبعاً. أمر اليوم كانت أخبار خفيفة على المشاهدين طبعاً. الحين مشاهدينا بنروح معاكم لفقرة عجائب وغرائب، ولكن قبل ما نروح للفقرة طبعاً عمر وعدنا من الأسبوع الماضي أن يجيب لنا فيديو ينعرض على اللي أنا على يعني على الشاشة وقدام المشاهدين ونفس الحلقة كانت ما حد وكان يقول فيها. يعني وكان يقول بعد أن يعني ذايبته بتعرضونه وكذا، يعني كان في نقاش بينه وبين أسامة، ولكن الحين ما شفنا الفيديو. مشاهدينا خلينا نشوف فقرتنا لهذا اليوم، وان شاء الله عمر يجيب هالمره الجايه ان شاء الله. سلام، وكأنه يتحدث عن إبداع عندي موجود يعني من الأساس. عطني مجال، عطني مجال أقول إني أنا أبدعت في الرسمة هذه. لا ما يستوي. يعني دائما تبى تنسب أعمالي لك. أعمالك؟ على فكرة يعني هذه من دلالات الإبداع، يعني حتى أنا من أول ما أشوف عمري موجود على البحر وعلى السيفة، شوف يوت عصا وقعدت أكتب وارسم بعض تشل الرسومات. انا بقول لك ارسم سياره مثلا، انا بقول لك شو تسوي، تشل رمل تدفن ريلك من الاخر. والله تصير في بعض الاحيان، ولكن يا رسام قديم يعني على البحر بالذات يعطيك الالهام بانك انت تكون مبدع شو ما يكون، بس انت مبدع حتى لو رسمتك كانت ما تنشاف. انت غير انك رسام، ترى انت مطرب. لا ما مطرب. مطرب من بلا وسام ان شاء الله. هذا الشيء بالذات انا ما اوكي. شو مشاهدينا يشوفون حلقه برنامج لمة شباب الحلقه رقم 12 اذا ما شالوها، يعني يشوفون عمر ترى فعلا مطرب. اذا شافوا اني انا اغني في حلقه من حلقات لهم اللي يبغونه ترى شلتها. ما اعتقد اني انا مطرب في، يعني يمكن هاي مش 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 احد مواهبي، ولكن يمكن امتلكها ان شاء الله في المستقبل واشارك في مشهد الشارقه. كان في موضوع استيعاب للموضوع بس ما كمل. طيب اروح مشاهدينا معاكم الحين الى فاصل، وبعد الفاصل نتواصل معاكم فخليكم ويانا. يا مرحبا بكم مشاهدينا، وعودة لكم من بعد هذا الفاصل لاستكمال ما تبقى من حديث المساء. مشاهدينا الكرام، تشهد العلاقات الزوجية في الكثير من الأحيان بعض الخلافات والتي يلقبها البعض بملح الحياة، إذ لابد من الخلاف لفهم كل منا طبيعة الشريك، ولكن قد يضع أحد الزوجين أو كلاهما الملح بكثرة في الطبق، حينها يصعب على الشريكين تحمل منهما الآخر، والأسوأ من ذلك هو أن طبعا تتحول هذه الخلافات إلى خصام طويل، حينها تقفل الأبواب لعدم تنازل أحدهما واعتزازه بكرامته، الأمر الذي يؤثر سلبا على حياة الزوجين وأيضا سيعرضهما للخطر. وأكيد اليوم نحن عسبة نتعرف أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا بأن نحن نرحب بالمستشارة التربوية والأسرية
آمنة الضنحاني. مسيك بالخير أستاذة آمنة ويا مرحبا بك. مساء الخير والنور والسعادة. حياك الله أستاذة آمنة. حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. الله يسلمك. بداية حديثي حابة أوجه رسالة شكر وامتنان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة على اهتمامه الكبير بالثقافة الأسرية ودعمه لقنوات الشارقة ثقافة وعرضا لأهم هذه المشاريع، فكل الشكر والتقدير ولإدارة قنوات الشارقة. الله يسلمك أستاذ أمنة. في البداية يعني لو تكلمنا عن مفهوم الخصام، نعم، ولكن يعني قبل ما ندخل في هذا المفهوم، شو الفرق بين الخصام والخلاف بين الزوجين؟ نعم، الخصام هو عبارة عن حدث خلاف أو مشكلة، انقطاع ما بين اثنين في سد باب الحوار، سد باب النقاش. أما الخلاف هو الخلاف العادي الذي يحصل ما بين اثنين، وربما يكون خلاف إيجابي أحيانا. طبعا نعم. طيب أنا بروح معاكي نقطة، يعني خلينا نتناقش بشكل واقعي أكثر. فضل. سلامنا، يعني نفتح الورق ونراوي المشاهدين الحقيقة. نعم. وما أعتقد بأن هذا أمر يخفى على مرة. والله ما أعتقد بأن الأمر يخفى على الكثير من الأشخاص. المشاكل الزوجية دائما ما تأتي بسبب بأن والله هالشيء أنا ما تعودت عليه سابقا. هذا الشيء أنا ما تعودت أني أتنازل عنه ولا في بيت أهلي. نعم. هذا الشيء ما يرضيني أنا كرجل، هذا الشيء والله ينتقص مني كزوج أو كزوجة. هذه أكثر الخلافات الزوجية. نعم. وأيضا دائما ما نشوف أنه بأنها أسبابها تافهة للغاية. نعم. يعني نعم. أنت لو تشوفين أكثر المشاكل هي لأسباب بسيطة، والله ما سويت غدا، والله ما كويت ثيابي، أو الحرمة تقول أنه مثلا قصر اليوم في الأمر المادي. أمور صحيح. يعني أمور روتينية عادية في الحياة الزوجية، وأحيانا ما تصلح أنها توصل إلى مسألة الخصام. الحياة الأسرية أخوي عمر، إحنا إذا بدأناها هي أمر عادي طبعا، كأي شريكين في شركة مؤسسة تحدث ما بينهم أمور الخلاف. والاختلاف رحمة طبعا، دائما يقال أنه اختلاف العلماء رحمة. وأيضا الاختلاف بين البشر هذه رحمة وطبيعة. فلو ما كان هناك خلاف في الحياة الزوجية ما كان لها الحياة الزوجية يعني طعم. طبعا احنا مستحيل تكون حياتنا على روتين واحد. بالنسبة لكم كنساء يعني اذا الحياة ما فيها مشاكل، حتى الرجال ريالين احنا مسالمين دائما هادين ما نبي المشاكل، حتى احنا النساء مسالمين. نتمنى. فلذلك الحياة فلذلك الحياة الزوجية تأخذ منحة إيجابي وتأخذ منحة سلبي. صح. فيها المد وفيها الجزر، فيها الأخذ وفيها العطاء. لكن نحن نحتاج من الشخصية التي تفهم هذه الأمور كلها. حلو. أي. الحياة الزوجية بين شريكين، بين اثنين وبينهم اختلاف، هذا طبعا مختلف عن الآخر. الزوجة عندها أمور يعني مختلفة بعض الأحيان عن الزوج، والزوج أيضا عنده أشياء يعني ما بوافق فيها الزوجة في كثير من الأمور. فإن حصل الخلاف، وإحنا الآن نناقش موضوع الخصام الطويل الذي يحدث بين الزوجين، وهذا الخصام الذي يؤثر على يعني الحياة الزوجية، السعادة الزوجية، على التمتع بالسعادة الزوجية والحياة الزوجية والأوقات المفروض أنهم تكون سعيدة، تكون لحظات جميلة. في فترة الخصام يكون انقطاع تواصل ما بين الزوج وما بين الزوجة. طبعا. جميل. بس أستاذ عمنا، يمكن في بعض الأحيان الزوج أو الزوجة يأخذون الخصام على أنه فترة يمكن يعيدون ترتيب أفكارهم. نعم. ولكن في الفترة إذا كان بينهم أطفال، ترى المتأثر والمتضرر الأول هو الطفل. يعني يمكن في أغلب الأحيان الزوج أو الزوج ما يحسبون حساب هذا الطفل، أنه أوكي راح يأخذ فترة، الأم تأخذ فترة، والأبو يأخذون فترة، أنه يفكرون بموضوع يعني الخلاف اللي بينهم، ولكن يكون الطفل هو بالوسط. نعم. فشو تأثير الطفل؟ هو ضحية في ذلك. يعني الخلافات الزوجية ما بين الزوجين دائما إحنا نتمنى أن يكون الأولاد أو الأبناء والصغار بعيد عن هذه المشاكل، خاصة إذا كان رب الأسرة متفهم لهذا الأمر. صحيح. أو الأم أيضا واعية أنه المشاكل بتأثر على الأولاد.
احنا نبي نناقش الان انه هذه المشاكل ما تؤثر على الاولاد، ما تؤثر على النشئ الموجود اساسا. صحيح. احنا نريد ان يعني نؤسس اسره، هذه الاسره نحتاج منها من وراء هذه الاسره ان احنا نبني جيل. هذا الجيل عقد نحن ايضا الاباء عقد عليه ماذا؟ عقد عليه امال. حلو. انه انا ابي ولدي يطلع الشيء الفلاني، بنته تطلع الشيء الفلاني. وايضا المجتمع عقد عليه ماذا؟ امال. فاذا ما وجد هناك نقطه التقاء في الخلاف والتقاء في الخصام يصبح يعني مثل ما نقول احنا دائما على الدنيا السلام. فاساسا في الخلاف، هو الخلاف موجود والاختلاف موجود والخصام موجود، ورد في الأحاديث النبوية، وردت في الأثر، ورد في القصص أنه الخلاف موجود. صحيح. لكن كيف نجعل أنه هذا الخلاف هو ذا أثر إيجابي علينا إحنا؟ صح. إحنا في الأسرة ما يؤثر تأثير ماذا؟ سلبي. تقولي كيف يا أم محمد؟ أنا أقول لك اختلف الزوج والزوجة على أمر معين، اتخاصموا، الخصام 3 أيام. صحيح. ويا بعد الـ3 أيام يقول المطرب شنو؟ يا تعب حالي أنا. يا تعب حالي. والله في وحدة طالبة طلاق عسبت ما فصلها ريلها عباء. ما فصل لها عباء. وحدة طالبة طلاق الحين أنها ما سفرها السفرة. في الإجازة. وخواتها مسافرين وهي ما مسافرة. فإحنا نجد إنه الخلافات بسيطة جدا. عفواً. الأسباب نعم بسيطة جدا لا تذكر. وربما أنا أعتبرها أنها تافهة وأنت تعتبرها أستاذي، لأنه من منظور ثقافتك أنت للحياة الزوجية. هل الحياة الزوجية بتتوقف، السعادة الزوجية بتتوقف لما ما يفصل لي عباء أنا أو ما يسفرني أنا سفرة؟ بس أستاذ آمنة، يعني بعد لو تكلمنا بواقعية أكثر، مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اليوم مواقع التواصل الاجتماعي لما نشوف في بعض الأخبار أن زوجة طلبة الطلاق من زوجها على سبة مثلا مطعم، أو زوجة على سبة عباية أو غيرها أو سفرة، يمكن هذا أيضا يشجع النساء الثانيات أن يأخذون نفس الخطوة. صحيح. أن راح يكون في شخص معاهم، في شخص يدعمهم، في شخص يعني يوقف ضد الزوج مع الزوجة. فيمكن هني يكون في شوي يعني تباين في الأفكار. عملية النظر إلى الحياة الزوجية وتقدير أهمية الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية. أنا إذا عندي أنا زوج محترمني ومقدرني وعاطني كل الاهتمام، حصل تقصير في جانب من الجوانب، أنا ما أعتبرها هاي مشكلة طامة. صحيح. أو أنا عندي زوجة مقدرتني ومحترمتني مثلا، قصرت في يوم من الأيام مثلا، ما طبخت الطبخة اللي أنا أبيها، أو مثلا كانت تعبانة وقالت لي باليوم الفلاني يا فلان جيب الغداء معاك وانت جاي، أنا ما أي، أنا كأني ثور هائج وين الغداء وليش ما سويت الغداء؟ فإذلك أنا ألتمس الأسباب، ألتمس الأعذار. طيب. لهذا الشخص. فالحياة الزوجية مبناية على التفاهم، مبناية على الود، ومبناية على الاحترام. جميل. أنا أحترم هذه الزوجة احترام وأقدر مشاعرها، وأنا كامرأة أقدر هذا الزوج في تعبه وتضحية ويكد ويتعب طول اليوم ويرجع محتاج إلى الراحة. طيب نعم، روح في نفسك الكثير من الأسئلة. والله في أشياء كثيرة بصراحة، في أشياء كثيرة. المهم متزوجين ولا ما متزوجين؟ أنا خافكم ما تتزوجوا أنتم بعد هذا. خلاص غاسلين إيدنا في الزواج بعد المواضيع اللي ناقشة خلاص. طيب أستاذة أمي، يعني مساحة التنازل عند الزوج والزوجة دائما ما تكون ضئيلة جدا إلا عند من رحم ربي في الحياة الزوجية. اليوم التنازل أمر جدا مهم. نعم. ولازم نوضح عن طريق السادة أمنة بما تمتلكين من ثقافة في الحياة الزوجية بأن التنازل لا يعني بأني تقليل من شأني، أو تقليل من قيمتي أو من قدري في البيت أو عند زوجتي أو زوجي. نعم. فنتكلم عن هالمسألة. نعم. التقدير واجب. أنا كزوجة أقدر هذا الزوج. على فكرة الرجل ما يحتاجه، وهالسر بقول لكم أنا اليوم ولكل الأزواج. للرجال يعني. للرجال. أنه الرجل تحتاج منه المرأة الحنان والعطف، وكلمة واحدة بكلمة واحدة يغير موازين نفسية المرأة. صحيح. وأيضا رسالة للمرأة، الرجل يحتاج فقط التقدير. ممتاز. إذا حصل الرجل في بيته وفي أسرته على التقدير ومعنى التقدير أنه أنت
رب البيت، انت صحيح. اللي تشقى، انت اللي تطلع، انت وتاتي للبيت تحتاج الى الراحه. لكن يقولون ما في حب بعد الزواج سلام، يقولون انه ما في حب بعد الزواج، يعني الحب موضوع ثاني. انا بالنسبه لي قول له خلي الحب على جنب، ترى الحب هذا اخير شيء اخير. لا يعني بعض الزوجات لما يشتكن من والله ازواجنا ما قاموا يقولوا لنا كلام حلو، ما قاموا يعطون الكلمات اللي كنا نحن نستانس عليها نرضى فيها. البعض من نعم. من مستشاري علم النفس صحيح. او في تنمية الأسرة يقول بأن الزواج يأتي بمسؤوليات اخرى صحيح. فبالتالي يطغى على موضوع شيء اسمه الحب او الكلمات الجميلة او والتعابير واللمسات الرومانسية يعني. طبعا. بس استاذ امنه نعم. واضح انه يعني متحامل متحامل على انا انسان حيادي وقاعد اخذ الحياة الزوجية مراحل تسوي لنا مشاكل الحياة الزوجية مراحل المرحلة الاولى هي مرحلة الحب حلو والحياة يعني الهانئة الهنا والطلعة وروحة وكذا هي مراحل كثيرة سالامة ولكن يا الأولاد أكيد صحيح كي. طيب انشغلت الأم بالأولاد عن الزوج هنا الخطأ صحيح فلذلك لكل شخص في الحياة الزوجية في الأسرة مساحته ممتاز الزوج ليه مساحته صحيح. والأولاد ليهم مساحته سلامنا اعتذر منك أمانة لأن فضل. الوقت أمانة يداهمنا وخمس دقائق قلنا ختام الفقرة ولكن الحوار معك ممتع هي والله الحوار معك ممتع ما ودنا نختم وعدنا الكثير من الأسئلة ودنا نناقش فيها ولكن إن شاء الله في اللقاءات القادمة بإذن الله ناخذ معك مساحة أكبر من هذا الحديث شكرا لك على قبولك هذه الدعوة موضوع مطول طبعا سلام لك يعني ما شاء الله يعني مثلتي هذا الموضوع بطريقة ممتازة يعطيك العافية الله يعافيك ونشوفك على خير إن شاء الله إن شاء الله شكرا إذن مشاهدينا راح نطلع معاكم إلى فاصل قصير بعد هذا الفاصل لنا عودة خلكم ويانا عودة لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل طبعا مشاهدينا انتقالا إلى مدينة خرفكان ونادي خرفكان للمعاقين نادي خصصه صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة نصير المعاقين لذوي الإعاقة ليكون منبر لانطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم وأيضا بنستكشف الكثير عنه من خلال هذا التقرير مع كل شروق شمس نحارب بالأمل ومع كل شمس نقتل الألم بالابتسامة يقال عني معاق ولكن لم تقف أمام عزيمتي وأرى الحياة أمامي تحدياً وسيشهد العالم إنجازي بدعم وقيادة الأب الحنون ونصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حقق نادي خرفكان للمعاقين العديد من البطولات الرياضية لذوي الإعاقة الحركية محليا ودوليا منذ تأسيسه حتى اليوم إيمانا بقدرات المعاقين التي فاقت كل التوقعات وأثبتوا للعالم من خلال إنجازاتهم المشرفة بأن لديهم القدرات الخاصة التي تؤهلهم لتحقيق النجاحات في مختلف المجالات طبعا كما تعلموا هذا النادي هو جزء من مستشفى خرفكان القديم اللي بني قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله رب العالمين هذا النادي بجهود الأخوة في مدينة الشارقة المازنية ونحن جزء من هذا المكان أصبح هذا المكان الآن كنادي أو نواة للنادي القادم
وبتوجيهات ايضا من سيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسم حفظه الله، في احدى لقاءاته اشاد بان يجب علينا ان بجانب الرياضة ايضا نهتم بجانب الثقافة. يستمد النادي استراتيجيته من الدعم اللامحدود والنظرة الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة التي تهدف إلى جعله منارة رياضية واجتماعية وثقافية تدفع مسيرة النادي إلى الأمام من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات العلمية الأولى من نوعها، بدأت بالملتقى العلمي الأول لذوي الإعاقة بمدينة خورفكان، وهناك الكثير من الملتقيات الموجودة في أجندة النادي. طبعا مشاهدينا مثل ما شفنا معاكم هذا التقرير، احنا ذكرنا بداية الحلقة ان راح نخصص يعني جزء من الحديث اليوم نتكلم عن نادي خورفكان للمعاقين، وايضا بداية هذا النادي وخلال ايضا المؤتمر اللي انطلق عن هذا النادي. طبعا ومشاهدينا يسعدنا ان يكون معنا الحين عبر هذه المكالمة رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر العالمي السادس لذوي الإعاقة الأستاذ لؤي علاي، بنتعرف عن التفاصيل اكثر من خلاله. أستاذ لؤي حياك الله. يا مرحبتين، عليكم السلام. يسعد مساك يا مرحبا، نمسيك بالخير اكيد في هذا المساء الجميل وايضا لهذه الوصله معك عبر الهاتف في حديث المساء. طبعا اليوم بما ان نحن نتحدث عن هذه البادره الجميله لذوي الاعاقه، خبرنا عنها اكثر. بدايه انا حقيقه اقدم لكم الشكر قناه الشرقيه، انتم يعني شركاء اساسيين في معنا في الجانب الاعلامي وما مقصرين الامانه منذ سنين وانتم متابعينا. واجبنا الله يخليك. الله يبارك فيك. حقيقه اليوم اختتمنا مؤتمر نادي خورفكان الدولي العلمي، كان على مدار يومين. هذا المؤتمر جاء يعني ضمن باكوره مؤتمرات بدات من 2010، تقريبا خمس مؤتمرات او ملتقيات وتحولت الى مؤتمرات. اليوم حقيقه هذا المؤتمر السادس برعاية الشيخ عبد الله بن سالم نائب الحاكم جزاه الله خير، وكذلك بمتابعة وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع أكاديمية دراسة. حقيقة هذا المؤتمر ما جاء من عبث إلا إيمانا منا بأن برؤية صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي اللي أولانا هذه المسؤولية بأن نعمل على إيجاد البحوث العلمية وتحويلها الى الميدان بشكل علمي ومدروس. جميل. استاذ لؤي، يعني من خلال هذا المؤتمر ما هي المخرجات اللي كانت خلال هذا المؤتمر، المناقشات اللي تم مناقشتها في هذا المؤتمر؟ حقيقه المؤتمر هذا شهد تقريبا 150 باحث دولي وفما فوق من اربع قارات، من امريكا، من اسيا، من افريقيا، من الدول العربيه. امتاز هذا المؤتمر في انتقاء البحوث العلمية التي توائم منطقتنا وأحدث ما وصل له العلم الإعلام العلم من في تطوير الجانب الرياضي للمعاقين. حقيقة يمكن تم انتقاء 48 بحث من أصل يمكن 180 بحث، وهذا الانتقاء ما جاء عبث، تكونت لجنة علمية مخصصة لانتقاء مثل هذه البحوث. ممتاز. جميل. طيب استاذ لؤي، يعني ايضا لو تخبرنا اخيرا ما هي النقطه اللي وصلتوا لها من خلال هذا المؤتمر، وهي كانت يمكن تعتبر غايتكم في خلق مثل هذه البادره ولجمع كل هؤلاء الباحثين في هذا المكان لي طبعا خدمه ذوي الاعاقه؟ احنا حقيقه اولا لما يعني انتهينا من البحوث وسمعناها وقريناها تأكدنا أن احنا دولة الإمارات العربية المتحدة وبالذات إمارة الشارقة والتحديد نادي خورفكان المعاقين يسير بالمسار الصحيح بالنسبة لذوي الإعاقة. قد نكون نعم نحن كدول عربية نوعا ما يعني متأخرين، ولكننا نسير بالطريقة الصحيحة، وهذا المبشر من نتائج المؤتمر. جميل. نعم، يمكن أبرز ما جاء موضوع الدمج، ركزوا على موضوع دمج المعاقين في المجتمع والجانب الرياضي، تهيئة البيئة الحقيقية من خلال اتحاد جديد
اتحاد الرياضة المعدلة، وهذا شيء جديد على مستوى العالم. وأكيد من ضمن التوصيات أن هذه الاتحادات تكون موجودة في الدول العربية لمتابعة النشأ الجديد أو صغار المعاقين في سواء في المدارس أو المراكز، في تعديل البيئة المناسبة لهم لممارسة الرياضة بشكل طبيعي إن شاء الله. طبعا في الأخير أستاذ لؤي يعطيكم العافية على هذه المداخلة وهذه الجهود اللي تقومون فيها، كل الشكر لكم إن شاء الله، ونشوفكم إن شاء الله دائما من تقدم إلى تقدم في مثل هذه المؤتمرات اللي دائما ما تكون هادفة وفي المصلحة العامة. صحيح. شكرا لك، وأيضا مستمرين معكم مشاهدين أمانة. هذه المؤتمرات وهذه البادرات دائما ما تأتي في خدمة البشرية بشكل عام. صحيح. وبالتأكيد إمارة شارقة دائما تسخر في مثل هذه البادرات الجميلة. الآن إمارة شارقة أيضا فيها الكثير من المناطق في المنطقة الشرقية، فيها طبعا أمور ترفيهية خصصها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ولتوفر للأطفال التعرف على البيئة المحيطة بهم من خلال المراكز والمحميات. وأكيد اليوم بنتعرف على مركز كلباء للطيور الجارحة، خلونا نشوفه. يعتبر مركز كلباء للطيور الجارحة من الأماكن التي لا تتردد العوائل باصطحاب أطفالها إليها للتعرف على أهمية الطيور النادرة الموجودة فيه، خاصة أنه يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. يحتوي المركز على أنواع مختلفة من الطيور الجارحة، منها المقيمة بشكل مستمر في المنطقة ومنها المهاجرة التي تنتقل إلى مناطق مختلفة. يوفر المركز لمرتاديه تجربة فريدة من نوعها، فيمكنهم من مشاهدة عرض حي لمجموعة من الطيور الجارحة كالبومة البيضاء، عقاب الأفاعي، الشاهين، العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الوجه المجعد. كما يحظى زوار المركز برحلة يكتشفون خلالها عالم الطيور الجارحة ويتعرفون عليها عن قرب بمختلف أنواعها وفصائلها ومميزاتها وأساليب معيشتها وطرق تكاثرها. يهدف المركز إلى تثقيف الأطفال والمجتمع بشكل عام وتوعيته بأهمية الطيور، ويسعى إلى توفير بيئة مناسبة لحماية وصون الحياة الفطرية للطيور الجارحة في المنطقة. طبعا مشاهدين شفنا معاكم هذا التقرير يتكلم عن محمية طبعا الحفية في مدينة كلباء، وأيضا مركز الطيور الجارحة في مدينة كلباء. اليوم المنطقة الشرقية تزخر بكثير من الأماكن السياحية والجميلة. بختم إن شاء الله بختم. مشاهدين وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث المساء. نشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة يوم الأثنين. وإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، مع السلامة. شكرا لكم مشاهدينا لتخصيص هذه المساحة من الوقت لمتابعة حديث المساء. إلى لقاء آخر. ماشي وقت خلاص. حياكم الله.